هسا اول شيء بسكت الاولى لحالها عشان اعرف متى تيجي لحالها. بتحدد وين سقطت، بدنا نشوف اول شيء نقطه الاصل، اللون الاصل لانه هاي عليها تنبنى هون، تنبنى عليها كل شيء. هيا هاي صفر. هسه سقطتها لحالها لحالها على الكربون بتسقط. هاي هيها حط دائرة تبع عليها اكس 1 انيشال، في المسطرة بقيسها بالمتر بالمسطرة، مش مشكلة. المهم ما حددتها، مش مشكلة. هسه هسه في شيء ثاني مهم مهم جدا، بدي اشوف وين بسقطن، بس بدي اعمل التصادم في بعدين كيف. هذا البرج اللي بحرقه شوي مش كثير، وبحط هاي فوقيه مشان لما تصطدم تصطدم على جنبها مش على هيك، يعني هيك تصطدم تكون فيها على جنبها. شايفني احط فوق البرغي مش ورا؟ شايفني فوق البرغي. لا حول ولا قوة الا بالله. حلو. صار شوية صفحة زبيلة. وزيح شوية زبيلة. ممتاز. طيب بس اول شيء بدي اجربها بدون كربوني. ليش؟ عشان اعرف الورق وين لازم احطه. حلو، هذا واحد يوم واحد يوم. هسه الكربون بنحطها، بس لازم نثبت الورقتين هذول، فاهمين علي انتوا؟ لازم تثبتهم، يعني بعد ما تعرف وين تثبتهم. وينها؟ ثانية هيها، حطها فوقيها هون. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه ممتاز. هاي واحدة ليمون هيها. ثبتها هاي هسه، ثبتها بالمتر. وهاي الثانية هي هون. ثبتها بالمتر. هذي يعني انت. ثبتها بالمتر. تمام. المسطرة برسم الخط تبعها. وهاي اسمها اكس 1 فاينل، بقيسها كم؟ ما بدك قيسها عشان ما تاخذش ارقامي. وبالمسطره بقيس الثانيه. تمام، هاي اكس 2 فاينل. وبالمنقله بقيس الزاويه هاي ثيتا. خلص وصلت؟ ما عندناش كتل، يعني مش كان عليه، ما عندناش كتل.